خاصة مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا في مصر وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية. كما وجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. احنا وصلنا تقريبا أكثر من 40 مليون مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا. الحقيقة دي برضو نتيجة كويسة جدا. احنا صحيح بنطمع ان احنا يعني يبقى في تطعيم لغالبية الشعب المصري، بس إلى حد ما العدد كويس. الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة من فرض التطعيم، إن خلاص إن إحنا مقبلين على شهر ديسمبر وما فيش حد هيدخل من غير ما يبقى حاصل على التطعيم، كل الإجراءات المتخذة دي في يعني إحنا إلى حد ما الأمور مستقرة. إحنا النهاردة ألمانيا يعني شايفين الوضع الوبائي فيها بقى صعب جدا وتسجيل عدد حالات كبير ووفيات كبيرة. يمكن هنا التجربة المصرية في إدارة أزمة جائحة كورونا في الحقيقة منذ البداية متميزة، ولدينا احترافية كبيرة جدا في إدارة الأزمة، ولم حتى نتأثر بالتجارب الأخرى في إدارة الأزمة سواء فيما يتعلق بالإغلاق الكامل. أنا بتكلم من بداية خالص، ولكن مصر صنعت إدارة أو خلقت لنفسها نموذج مختلف في الإدارة تأثرت به على فكرة مختلف دول العالم بعد كده. يعني فكرة معادلة الانتاج وعدم اغلاق المصانع والشركات والمعادله ما بين الحفاظ الاغلاق الجزئي او الاغلاق الكلي كامل حصل، لا انت عملت معادله، انت حافظت على الاجراءات الاحترازيه وشددت فيها جدا وفي نفس الوقت حافظت على دوران عجله الانتاج. ده اللي خلاك دلوقتي صامد قادر تقف على رجليك وتمتص الموجات حتى المتتابعه لجائحه كورونا. وايضا مصر انا اعتقد ان هي استعادت مبكرا للموجه الرابعه، والان كمان في نوع من انواع حرص من المواطن نفسه على انه يتلقى اللقاح. هناك ايضا وفره في هذا اللقاح، بنتحدث عن شراء مصر لمختلف انواع اللقاح، ودي في الحقيقه تحسب ايضا للدوله المصريه انك حتى التعدديه انا مش عاوز اخد هذا النوع فما عندكش حجه يعني زي ما بنقول. لا، هناك وفره، هناك تنوع، هناك ايضا قانون وده مهم جدا، انك بتضع قيود، بتضع يعني امر حازم فيما يتعلق ب يعني تلقي الخدمات الحكوميه ودخول الموظفين لمقار عملهم من غير اللقاح، ودي كلها امور بتجعلنا نمشي في نفس المعادله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي احنا لا نتجه لفكره اغلاق او تعطيل عجله الانتاج، وفي نفس الوقت نستطيع ان نستوعب اثار جائحه كورونا. احنا حققنا معدلات نمو اقتصادي الحمد لله في ظل ان دول متقدمه تراجعت اقتصاديا، وبالتالي علينا ان نحافظ على هذا المكتسب من خلال تلقي اللقاح. واعتقد ان المتابعه الدوريه للسيد الرئيس لوزاره الصحه ولكافه مؤسسات الدوله القائمه على هذا الامر هو في الحقيقه بيعطي دفعه قويه طوال الوقت وحرص اننا نسير في هذا النهج ونحقق المزيد من النجاحات في امتصاص تبعات جائحه كورونا اللي بتعاني منها الكثير من دول العالم الان. مش عارفه حضرتك هتتذكر معايا مع بدايه جائحه كورونا كان في ارسال من رئيس عبد الفتاح السيسي لدوله الصين لطائره مساعدات، واحنا كلنا يوم قلنا ايه ده، هي الصين محتاجه كمامات ومحتاجه ان احنا نبعت لها. لكن الحقيقه مع التعاملات ومع يعني توجهات سيادته، يمكن مصر كانت من اوائل الدول اللي حصلت على اللقاح الصين. هنا الدبلوماسيه رئاسيه في الحقيقه، الحقيقه كانت يعني من الاشادات اللي لازم نقولها، لان احنا كلنا وقتها هو ايه ده، هي الصين محتاجه والناس بقى تقول لا طب ما احنا اللي محتاجين واحنا عندنا ازمه في الكمامات وازمه. لا، هنا يعني اداره منطق العلاقات الخارجيه حتى بفكره الصداقه وانك تقف، حتى هو الصين نفسهم قالوا ان الصديق يعني يظهر وقت الضيق. صحيح. وبالتالي هنا يعني في الحقيقه عبقريه الدبلوماسيه الرئاسيه في اداره حتى علاقات مصر الخارجيه، مش بس سياسيا واقتصاديا وامنيا ولكن حتى انسانيا. صح. وده ظهر بشكل جلي في الجائحه. ظهرت مصر الانسانيه، ظهرت مصر العطاءه، ظهرت مصر التي تمد يد العون والصداقه للاشقاء، وده بيكسب مصر العلاقات الانسانيه حتى بعيدا عن السياسه والاقتصاد، وبالتالي هو امر له علاقه بالبعد الانساني واعلاء القيم الانسانيه. صحيح. وده امر يحسب فعلا للدوله المصريه. صحيح.